والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا محمد وإلهام، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي. وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المشروع البحثي يتضمن 18 ورشة عمل تتناول عددا من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وصانع القرار في مصر. ويستهدف هذا المشروع تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود. عقدت أعمال الدورة 11 بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير المالية الموريتاني إسلام ولد محمد بادي. تعقد هذه الدورة بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وممثلي منظمات العمل العربي المشترك. يناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال والنظر في مشروعات القرارات بشأنها وإقرارها والبت في البنود المرفوعة من كبار المسؤولين. ويتضمن جدول الأعمال 21 بنداً تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. اليوم حصلنا على قرار بالإجماع بالجامعة العربية من الإخوة الوزراء للطلب من شركاتهم الخاصة والقطاع الخاص العربي بالإضافة إلى الصناديق العربية الداعمة والحكومات لدعم هذا المؤتمر للاستثمار في القدس وإيجاد فرص عمل وعمل شراكات مشتركة فلسطينية عربية لدعم القدس والحفاظ على عروبة القدس ومنع تهويد القدس. اليوم كان لي الشرف أن سلمت الرئاسة، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. هي كانت مناسبة حقيقة استعرضنا فيها ما أنجزناه خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الاتفاقيات التي تمت إجازتها من طرف المجلس والمتعلقة بالأمن الغذائي وبالضمان الاجتماعي وبمسار الاتحاد الجمركي العربي وبمسار كذلك منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز للعام المالي 2023 و2024 عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ووجه وزير البترول بأهمية الالتزام بالتوقيتات والإسراع بتنفيذ أهداف الموازنة الموضوعة، خاصة أنها أوضحت أن هناك 1.5 مليار دولار استثمارات في مجالات الإنتاج وتنمية حقول الغاز سيضخها شركاء مصر من الشركات العالمية، مما يدعم التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج ويدعم استمرار تحقيق عوائد الغاز التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. أنهت البورصة التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والمصريين وسط تداولات مرتفعة. وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.98 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.93 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 17613
نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 4365 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد أن سجلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أعلى مستوى في شهور، ووسط دلالات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يواصل رفع أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 96% إلى 84.4 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 77.61 دولار. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.9% إلى 2.84 دولار للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي وذلك بنسبة 1% لتسجل 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباطأ التضخم في ألمانيا خلال شهر يناير إلى أدنى مستوى منذ 5 أشهر بفضل مزيد من المساعدات الحكومية لتخفيف العبء على الأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة. وكشفت وكالة الإحصاء الألمانية عن تراجع نمو أسعار المستهلكين إلى 9.2% في يناير الماضي مقارنة ب 9.6% في ديسمبر. يأتي هذا في حين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، ووعد بمثلها في اجتماعه المقبل في مارس القادم. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإلهام، إليكم من جديد. شكرا ليلى على هذا العرض.